الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. معاشر الإخوة، إدراك رمضان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده، فكم من أناس حال بينهم وبين رمضان الأجل، وهناك من أدركوا لكن لم يتمتعوا برمضان حال دون ذلك المرض، حال دون ذلك الغفلة والجهل، حال دون ذلك الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأنتم أنعم الله عليكم بالإيمان واليقظة والبصيرة، أنعم الله عليكم بالصحة والعافية والمعرفة، أنعم الله عليكم بنعم كثيرة مما يجعلكم تتمتعون وتغترفون من معين هذا الشهر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى خير الشهور، واختاره وقتا لنزول أعظم الكتب، وجمع فيه من الفضائل ما لا يحصل في أي زمن وفي أي شهر من شهور السنة، فاحمدوا الله على ذلك واستشعروا هذه النعم، فإن الله سبحانه وتعالى يزيد العبد من فضله إذا شكره. أحبتي الكرام، الوصايا لمن أدرك رمضان كثيرة ومهمة، ولكن لا يسمح لي المقام أن آتي ولو على جلها، ولذا سأقتصر على ثلاث أو أربع، وعلى سبيل الاختصار واعذروني في ذلك وفقكم الله. أول هذه الوصايا وفقني الله وإياكم أن الذي يستشعر أهمية هذا الشهر وما فيه من الفضائل والأجور العظيمة لا بد وأن يضع لنفسه خطة ومشروعا يستثمر من خلاله كل لحظات هذا الشهر، فيضع لنفسه برنامجا يوميا حتى لا يأتي في نهاية الشهر فيعض أنامل الندم قائلا بلسان حاله أو مقاله: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهذا الأمر يتكرر في كل عام مع الأسف، فينبغي أن يكون ما مضى من الأعوام درس لنا وعبرة لنا أن نعيد النظر في أحوالنا، لأننا غالبا ما يسيطر علينا التسويف، تسيطر علينا الغفلة، تسيطر علينا المشغلات والمشتتات، ولذا يخرج رمضان والحصيلة لا تتناسب مع أهمية هذا الشهر العظيم الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد صعد درجات المنبر وهو يقول: آمين آمين آمين. فلما سأله الصحابة ما هذا الذي يفعله وهم لا يعرفون سبب هذا التأمين، قال: إن جبريل أتاني وقال له ثلاث جمل، من هذه الجمل قال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. فعلا خسران مبين أن الله سبحانه وتعالى يدرك بك هذا الشهر العظيم مع ما فيه من الفضائل والأجر والثواب ومضاعفة الحسنات
فيه ليلة واحدة خير من أكثر من 83 سنة عبادة لله سبحانه وتعالى إذا الله سبحانه وتعالى تقبلها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني تصور ليلة واحدة، لكنها تحتاج إلى صدق، تحتاج إلى محبة، تحتاج إلى إقبال على الله سبحانه وتعالى. ليلة واحدة يجعلها الله سبحانه وتعالى خير من عبادة أكثر من 83 سنة. هذه الكنوز وهذه الثروة وهذه الفضائل وهذه المنح ما يفرط فيها إلا إنسان مغبون. ومن أسباب الغبن أننا لا نضع خطة لأنفسنا لهذا الشهر. ثم الوصية الثانية أننا نضع خطة، وتجد أننا عند قدوم رمضان ومع استقبال رمضان نقول سنفعل كذا وسنفعل كذا، وهذا الرمضان سيتغير عن رمضانات السابقة، لكننا نكتشف أننا لم نستطع تنفيذ ما تمنيناه، ما وضعناه، ما وعدنا به نفوسنا، ما وعدنا به ربنا. لماذا؟ لأن هناك إرادة ضعيفة، هناك ضعف في الإرادة. ولو علم الله منا الصدق ليسر، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن الفقه في الدين أن تشتغل بالأهم عن المهم وبالأفضل عن الفاضل، وتصبح تستثمر كل لحظة من لحظات هذا الشهر. أحبتي الكرام، الوصية الثالثة: اعمروا شهركم بالقرآن، فهو شهر القرآن. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل رمضان ويعارضه بالقرآن، وفي مرة واحدة، وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وبعدهم التابعون وسلف هذه الأمة يقبلون على القرآن ويوقفون دروس العلم ويختمون عشرات الختمات. البخاري كان يختم 30 ختمة في الشهر، والشافعي يختم 60 ختمة في الشهر. فمهما قرأت من القرآن لا تستكثر، فيبقى قليل في حق الفضل المترتب على تلاوة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. راجع نفسك كم قرأت وكم حصلت من الحسنات إذا تقبل الله منك هذا العمل وهذه العبادة. وآخر هذه الوصايا بارك الله فيكم، وهي من أهم الوصايا ومن أعظم الوصايا ومما أمر الله به ورسوله، ألا وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت التوبة مشروعة في كل وقت، ولكن في مثل هذه المواسم الفاضلة والأماكن الفاضلة تتحتم، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين. فالتوبة ليست فقط لمصلحة العبد، فهي من العبادات المحببة لله سبحانه وتعالى، لكن التوبة ليست كل توبة توبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة، ليست كل توبة تصلح وليست كل توبة مقبولة، فلا بد أن تكون التوبة توبة نصوحة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، وهذا وعد محقق لا يمكن أن يتأخر، فالله سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا.
وإني لغفار. ولاحظوا صيغة فعال، يعني مهما أذنب العبد سأغفر له وإني لغفار، لكن جاء بشروط. من الذي يستحق هذه الكرامة وهي كرامة المغفرة؟ لأن المغفرة حقيقتها هي أن يمحو الله سبحانه وتعالى ذنوبك السابقة. إن كان هناك كبائر يمحو الله ذنوب هذه الكبيرة، فتقدم على الله سبحانه وتعالى بكفة حسنات ما في السيئات. وإني لغفار لمن تاب. ولا يكفي هذا، لمن تاب وآمن، يعني صدق وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني استقام. أما الذي يتوب وقلبه معلق بذنوبه السابقة تتشهى نفسه وتشتاق للعودة إليها، فهذه توبة الكذابين، توبة المخدوعين، توبة المغرورين. فهذه توبة فيها هشاشة، فيها شك، هي قريبة من توبة المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم جاءوا بزعمهم أنهم تائبون إلى الله واستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استفادوا ولا انتفعوا باستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه ما كانت توبتهم صادقة. الذي في قلوبهم يخالف ما تكلمت به ألسنتهم، ولذا قال الله سبحانه وتعالى لرسوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلا تغتر بأي توبة، وإنما يجب أن تكون توبتك توبة خالصة فيها انكسار، فيها خشوع، فيها ندم، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى يعلم الله منك صدق التوبة. إذا قام في قلبك خوف وخشية وإنابة ورجوع، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من حزبه الفائزين ومن عباده الصالحين، وأن يجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.